بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. إخوتي في الله، عندي سؤال: من صاحبه؟ من يجيب عنه؟ I have a question. Who's gonna answer the question? طيب، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل الحديث أحد الصحابة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. نعم. While we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, suddenly appeared amongst us a man. He had very white clothing. His hair was very black. لا يرى عليه أثر السفر. You don't see any signs that he was traveling on him. لا يعرفه منا أحد. Nobody from us knows him. من القائل؟ من المتكلم يا زنداني؟ هذا حديث من؟ لا، ما هو جبريل. هذا يسمى حديث جبريل، لكن من الصحابي الذي ينقل؟ نعم، هذا أبو حفص عمر بن الخطاب. نعم، وجاء أيضا عن أبي هريرة، كما قال أنا جاء عن أبي هريرة، ولكن ذاك في البخاري. طيب، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. Islam has been built on five things. شهادتي أن لا إله إلا الله. من صحابيه؟ عندك يا يوسف؟ عبد الله بن عمر. طيب، الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان. The Prophet passed by two graves. He said they're being punished in their graves. حديث من؟ عندك يا شهاب؟ حديث ابن عباس. نعم نعم. طيب، الحديث، وهذا سهل. This one is easy. عندك يا نبيل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Whoever does a deed is not from our religion, رد، مردود، is not accepted, is rejected. من صحابيه؟ عن عائشة رضي الله عنها. نعم. طيب، نحن في باب الأذان. من حفظ السنة قويت حجته. نعم، whoever memorizes the Sunnah has a strong hujjah, strong proof. نعم، من يحفظ الأربعين النووية. نعم، نحن درسنا هذا هنا. We studied that here. نعم، الحفظ يعين حتى في من يتعلم اللغة العربية يحفظ. He memorized. فعندما يعني يقرأ الحديث يتلفظ ويبالغ. يبالغ يعني ينطقه بأحسن ما كان عنده. He exaggerates when he's learning Arabic. It makes his nutq. It makes his pronunciation. He goes out his way to make it as clear as possible. نعم، حتى لسانه يعني يتعود. Until his tongue gets used to it.
نعم. وبحمد الله نحن الله سبحانه وتعالى يسر لي طبع كتاب. أنا لما كنت في اليمن أنا كنت أدرس في اليمن اللغة العربية للعاجم، هذا شأني بحمد الله. Allah made it easy and made it possible for me to print a book. Then أنا طبعتها ألفتها في اليمن. I wrote it when I was in Yemen. لما كنت في اليمن يا إخوة رأيت الإخوة العاجم ينصرفون يرجعون. نعم يتبطلون خلاص تعبوا. نعم. I saw many of the foreign brothers from America, from Britain, from Canada. They would just pack up their bags and go back home. They couldn't learn Arabic. Yeah. فأنا قلت أنا كنت أدرس. I was teaching the brothers. قلت أنا سأجهز كتاباً بإذن الله. ليس على الطالب أن يعلم قبل هذا الشيء إلا قراءة اللغة العربية. إذا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية أنا ما. I'm going to put together a book that the student doesn't know how, he doesn't need to know anything about Arabic except how to read. That's it. All he needs to know how to do is read and he can. نعم. وهذا كان نيتي أن أبدأ بكتاب صارت بإذن الله خمس كتب مسلسلة. نعم صار خمس كتب. It became a five book series. كان الطلاب من إندونيسيا ومن روسيا ومن فرنسا كلهم يدرسون هذا الكتاب. نعم. All the students, wherever they were from, most of them would study this book. أنا كنت أدرس بالإنجليزية. أدرس أصحابي بالإنجليزية. I would teach my people in English. The Indonesians would teach it in Indonesia to their people. The Russians would teach the book to their people in Russian. يا أبا معاوية أنت معي. وأصحاب فرنسا كانوا يدرسونه في فرنسية. المهم يسر الله طباعة الكتاب. The book just got put here. نعم. ونحن سنفتح دروس يعني بعد أسبوعين ها هنا لإخواننا العاجم. نعم. So we're going to start classes after 2 weeks here for the foreign brothers يتعلم اللغة العربية. فهذه نعمة. نعم هذه النعمة. طيب يا إخوة، فمما يعين في اللغة العربية، اسمع، الذي يعين في اللغة العربية، الذي للأسف كثير من أصحابي أمريكان يريد أن يتقفز على هذا ثم يستفيد العربية، وهو يصير حفرة لهم، ما يستطيع التقفز. That which helps in Arabic was many of my brothers from America. They want to jump over this and go straight to Arabic, but they end up falling in it. هو حفظ القرآن. نعم. Memorizing Quran يجعل لسانك عربي. لسانك العربي. نعم. ولقد رأيت طلاب يأتون من صوماليا ومن من 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 حبشة وحتى من إندونيسيا قد حافظوا القرآن. ايش يتعلم؟ هم عاجم مثلنا. يا يوسف انت معي، يا شهاب انت معي، ولكن يتعلمون عربية بسرعة. ما درينا اشهر واذا هم منطلقون. I see brothers from Somalia, Indonesia, from Habesha, from Ethiopia, but they memorize Quran, but their foreign is just like us. They don't understand Arabic. But a couple of months, they're gone. They understand. They memorize 5 juz, some of them the whole Quran, some of them 10 juz. وهم يراجعون. They review Quran. العربية عندهم no. نعم. But for many of our brothers, they don't memorize it. Even 1 juz. نعم. Remember, don't memorize 1 juz. Their tongue doesn't know the sukun. It doesn't know the fatah. Doesn't know the mudud. So they think, I'm going to put the Quran down later. I'm going to get the Arabic first. لا. لا. القرآن كل ما تحفظ يقوى لسانه. نعم. Every time you memorize the Quran, it's going to make your lisan more clearer. نعم. It's going to make you see things, recognize things. نعم. So when you go to study Arabic, you're going to be like, oh, I saw that in the Quran. أنا قدرت هذا في القرآن. كلما تتعلم العربية ستقول أنا قدرت هذه في هذه السورة. Every time you go to study something in Arabic, you're like, I saw the likes of that in the Quran. نعم. So it's going to
is going to age you. نعم. ولكن يا إخوة أنا أتعجب ثم أتعجب. كيف انتشر اللغة العربية في مصر؟ هذا أفريقيا. كيف؟ وفي ليبيا إيش كان عندهم؟ كيف في تونس؟ حتى في إلى موريتانيا، حتى إلى المغرب، موراكو، إيش؟ إيش؟ ثم نحن ها هنا ما قدرنا؟ إيش كان عندهم؟ إلى الهمم. نعم. I'm surprised, and then after I'm surprised again. How did Arabic spread to Egypt like that? That's Africa. The Quran is like mu'tabar. Yeah, I'm Abdullah. If I'm Kalami, Tarifin Ej Aqul. Quran in Egypt is like Quran. That is Yeah, Yusuf, أنت معي؟ I'm أفريقيا. Libya, تسمع قراءتهم؟ وتونيزيا والجزائر ومغرب كل هذه في شمال أفريقيا. إيش من قراءة عندهم، تلاوات، قوة، فصاحة لا ينكره أحد. نعم. All those countries over there in West Africa, from Egypt to Libya to الجزائر, Algeria and Tunis and Morocco, even over to Mauritania, their Quran is exceptionally well. نعم. Nobody can deny it. How Arabic spread there to these countries? So they had high ambitions. There was a path, there's a way that if you want to learn Arabic, just do it. نعم. فلا بد نجدد هذا. لا بد يكون طريقة كتب طريقة. يعني مثلا واحد يريد أن يتعلم شيء ما يحتاج دروس، ما يحتاج كذا، ما يحتاج كذا. يأخذ الكتب ويستفيد. فشاهد يا إخوة، لابد أن نحن درسنا اللغة العربية بارك الله فيكم من خلال كتب. My generation جيلنا للعاجم. We study Arabic from books. Our children ما يتعلم من كتب يا إخوة. أمانة. Like that, I trust on you. Your children, they don't study from books. يأخذ من ألسنتكم. Take it from your tongues, from your mouth. فذن منطلقون. يا عاجل أنت معي. دعنا وهذه الكتب، هذه كتب لنا لجيلنا. نعم. That's for our generation. لابد اللغة العربية مهم. نعم. لابد أن يكون في كل حارة في العالم من يفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. In every community in the world, there has to be one person in that masjid or in that village that understands Arabic. It has to be. ولا كيف يفهمون كلام الله؟ كيف يعني يتفقهون في الدين؟ How do they learn? How do they نعم. فلما يعدم العربية يفتح البدع والخرافات وسوء الفهم. When Arabic is not understood, it opens up the door for innovations, misunderstandings, and false beliefs. نعم. فالذي يتعلم العربية ليس للرياء وليس للشهرة وليس للمال. نعم. Whoever learns Arabic is not that he be seen or he be heard or he be known that his tongue is so clear or that he do it for money. لا. لله. لله. نعم. Do it for Allah. وبعضهم يا إخوة أنا هو يعني يزعجني من يعني يأخذ هذا العربي حرفة. نعم. يعني تعرف كم يكلفون الناس؟ That which disturbs me, those who take this Arabic, it's just a job for them. And they make money from it. تعرف يا علي كم يكلف بالساعة للدرس في اللغة العربية؟ You know how much they charge? $20 an hour. حتى تقول أنا عبد الحكيم أنا من باكستان. يعني على هذا مستوى على beginner level. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك اليوم؟ اسمي عبد الحكيم. أنا من مصر. أنا على المستوى الأولى. يا عم خالد أنت ما $20 an hour. $20 an hour. لا إله إلا الله. Do you think they was charging $20 an hour in مصر لما كان انتشر من مصر؟ همم. Ambitions.
نعم. ثم الذي يزعجني وأكره بعدهم يبالغون. They exaggerate and embellish in the importance of Arabic. They want to make it so important. They say, if you don't know Arabic, إذا ما عندك لغة عربية ما عندك خشوع في الصلاة. كيف ما يدرك يا كبير؟ اشتاق لك. They want to say, if you don't know Arabic, you don't have no خشوع in your salah. كم من عربي يصلي وما عنده خشوع؟ نعم. How many people know Arabic and they don't have any خشوع in their salah? نعم. وحتى من أجل يدخل في درسي. Just so you could enter his class and study with him, he's going to make it that if you don't have Arabic, you don't have no خشوع in your salah. Man, who's saying? فما نحتاج حتى نبالغ حتى يحث الناس ولكن لما هو من أجل الفلوس يلا سيبالغون. When it's for the sake of money, they're going to exaggerate and say, you got to have this, you got to have that. نعم. لا يا جماعة. كل اسمع. سيدخلون الجنة أناس ما عرفوا اللغة العربية. وسيدخلون النار الفصحى. نعم. That's going to enter Jannah people who didn't know Arabic. It's going to enter the hellfire, the most fasah, the most people with the best of lugha. نعم. فما نحتاج نبالغ. We don't have to exaggerate to encourage people to learn Arabic. نعم. طيب يا إخوة. أنا أنصح الإخوة الأعجم أن يجتهدوا في اللغة العربية. To work hard. And learning Arabic. نعم. حاول أن يتقنوه. يحتاج إلى إخلاص والاجتهاد. إخلاص والاجتهاد. هو مهم. نعم. هو مهم. أنا أحمد الله. ثم أحمد الله على تربيتنا في اليمن. سامحوني أقول صراحة. نعم. ولكل مكان له ميزته. نعم. لا يظن ظان أني أتعصب. لا والله ولكني أحمد الله. I thank Allah and I thank Allah. The way they teach us in Yemen, there's no falus. There's no money for no tadris. No way, no how. It doesn't even enter in your head. نعم. بغيتك طلاب. نعم. أنت تتقرب إلى الله بهؤلاء. قربة. نعم. It doesn't even enter your head. Your desire is to have students. Your desire. You put that one out. You put that one out. You I'm getting closer to Allah. Inshallah, open up the doors of Jannah for me with my students. Now, I'm not opening the doors of dunya for me. The doors in the hereafter. فأنا إلى الآن أتحدى. Now, يسأل طالب درس في الدمج. درس خاص وهو يأبى ويقول ما عندي وقت. أتحدى. هل كنت يعني تربينا على هذا؟ هذا بغيتنا. I challenge anyone. Meet somebody that's from the Maj. The study from the Maj. You ask him for a private class. He says, no, I don't have no time. That's fine. That's what we was doing. Somebody ask you for a class? Huh? والله كان يسألون الشيخ يحيى درس خاص ويعطيه. Yeah. They were asking Sheikh Yahya for a dos class, a private dos, five people for a private dos. It will start off five people and end up 500 people. And end up 500 people, but it will be a class outside of the regular classes. We have regular three classes that's mandatory. هذا كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول ونحن جدد. We were new students. I was new. We're sitting down in the class. He goes, a day to zakah? Did you pay your zakah? A day to zakah? Did you pay zakah? I'm like, Ashwin zakah. No, fakir. ما عندي شيء. وليق بجنبي يقول قل نعم. Just say yes. You know, he says نعم. وهو يريد التعليم زكاة العلم. نعم التعليم زكاة العلم. Teaching, that's the zakah for the knowledge that you have. You have to pay zakah. You can't just go taking. You ain't paying no zakah. نعم. You have to teach. نعم. أقول لكم أحسن طالب يستفيد من الدرس هو المدرس.
كله درس. نعم. The best student that benefits in every lesson is the teacher. نعم. Benefits. He benefits the best. عارف أخ من دماج درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. وقال كل مرة استفدت شيئا. إما واحد سألني شيئا ما عرفته أو سألني شيئا قد نسيته. نعم. I know a brother that taught Sifat Salat Nabi over 100 times. He said, every time I taught it, I benefited something. Even somebody even asked me a question I didn't know or asked me something that I forgot. نعم. فكان الشيخ رحمه الله يقول أحسن طريقة لمراجعة كتاب تعليمه. The best way for you to review a book, say you study the Al-Ajurumiya or Tuhfa As-Siniya or Mutammima, you study one of these books, you want to review it, the best way to review it is teach it to somebody. The best way to review it is teach it. فكانوا كان الشيخ والمشايخ يحثنا على شيء يمغم غيرنا ما 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 حصلوا هذا. كان يشجعنا على التأليف. قل من أنا حتى أؤلف؟ ما. ولكن عندما أن واحد يشجعك ويستخرج منك الملكة الذي فيك أنت ما تعرف يحصل خير. They used to encourage us to write. Encourage us to write books. You would naturally be like, oh man, I don't think I can write. I don't know. ما أدري شيء. ما لا. لكن في خير. فبعدهم ألفوا كتب ليس في هذا الفن كتاب. Some of them wrote books. There was no book like this in that field. مثل أخونا فتح القدسي ألف كتابين في علم الصرف. نعم. وسد فراغا. الله يحفظه. أخونا هو شيخ فتح القدسي. He wrote two books on صرف. استخرجه من ألفي ابن مالك. He took it from ألفي ابن مالك. In the past, علم النحو ما كان يفصل العلم الصرف من حيث الكتب. In the past, the knowledge of نحو and knowledge of صرف, they were in the same books. بارك الله فيك. ابن مالك, نعم, he made the صرف at the end of his ألفية with no ترتيب, with no kind of sequence. He just put the rules in the back of the book. In the back of a whole book of 1,000 lines of poetry. At the back of it, at the end of it, was Ahkam al-Sarf. With no specific order. He took that out and put it in order. نعم. ما أصبح كتاب يدرس. ثم هو كان في مستوى عالية. He made before it a book easier before that one. نعم. Two books. وأخونا نواس الهندي جاء من كندا ألف كتابين في الصرف للعاجم. نعم. Our brother نواس الهندي, he came from Canada but he's from Sri Lanka, he wrote two books for the عاجم, for the foreigners in صرف. كان يؤلفون. الذي يؤلف يسد فراغا, يرى فراغا يسد. نعم. The one who writes a book, he sees a gap. He sees a gap. He sees like the people can't go from here to here. It's too much. So he puts a book in the middle. Yeah, what's him? You understand what I'm saying? He sees like it's too big of a gap. So Yusuf al-Farag, he closes the gap with his book. So the people can climb from one level to the next level, to the next level. Man, there's a lot of gaps that need to be filled. أنت تعرفه عندما تدرس. When you study, and you teach, you're like, wow, the students have to go from this book to that book. It's too much. It's too much. He makes a book متوسط. He makes a book in the middle. نعم. الحمد لله. ألا بارك الله فيكم. كثير من طلبة العلم يترجمون الكتب. كثير, a lot of the students at home, they translate books, which is good. ولكن ما سفروك إلى هذه الجامعة. They didn't travel you to that جامعة. يطعمك ليلا والنهار ويدرسك من العلماء والدروس حتى تصير مترجما.
يريد أن يكون شيخاً عالماً. علموك. نعم أنا. نعم. They didn't take you and go with teach you, take you over to the jamia, sit you with the ulama, feed you, give you tickets to go back and forth. Now I'm teach you tafsir, teach you this, teach you that, so you can end up being a translator. No! They want you to teach tafsir. They want you to write about fiqh. What they want you to do? You come back, you translate a book. That's good. لكن أنت أرفع من هذا يا أخي. You're bigger than that. أنت درست عند العلماء. قم بواجبك. Get up and do that which is wajib and suitable for you. Come back and tarjam. Leave that tarjam for somebody who's here. We have brothers here that they learn Arabic on their own, and they're hard workers. May Allah bless them, and they learn Arabic on their own. Mashallah. Give that for them. أنت درست عند العلماء. سير مترجم. لا إله إلا الله. فنحن نحتاج كتب لأن الكتب الذي عندنا يصد الفراغ. We're here in America. I'm here in Detroit. I'm in New York. I see what's right in front of me. I see what the people need. I'm here, right here. I'm gonna write. I'm this man. ضع العلاج على الجرح. نعم. I'm gonna put the medicine on the wound. Now, I'm not going to just have a general medicine. It's just going to be, it's for all cuts and scrapes. No, no. I have something specific for our problem right here. Ya Abdul Sabur, Auntie Matty. No, you have to be specific. Da'al ilaj ala jarh, ya Aba Muawiyah. You have to put the medicine on the wound, the right medicine on the wound. You have to treat the problem. It can't just be general. Nah, it can't be like that. Nah. فهو أحسن أنما تألف. قد وفق رحمه الله محمد بن وهاب النجدي. الله وفق في الدعوة إلى الله وفق. عليه رحمة الله محمد بن وهاب النجدي هو وفق لأنه عالج المجتمع الذي هو فيه. هذا شأن العالم الداعي إلى الله. نعم. Nah. He solved the problems where he lived at with books. Nawaqid al-Islam. He only mentioned 10. وهم فوق 70 وثمانين. He just mentioned the 10. It has to do right there with his people. نعم. قواعد 40 وقواعد 4. قواعد 4. Just not in making 40 principles. 4 principles. He knows his people. وصول 6. He knows his people. مسائل جاهلية. He has affairs of Jahiliyyah. What did you mention it? A Jahiliyyah that his people is in. في النجد. في ذاك الوقت. نعم. وحكذا الصنعاني. وحكذا الشوكاني. نعم. They you ألف. That's there. What's with them right there? الشيخ مقبل ألف ذم المسألة. لماذا? نعم. الشيخ مقبل wrote a whole book about the blameworthiness of begging. من يعرف سبب تأليف هذا الكتاب؟ من طلاب علم كانوا يتشحطون طلاب علم. نعم يقولون students of علم were begging for money. Students of علم. نعم. They study, memorize this, memorize that. And they go over to Saudi or over to the Emirates. Say, we have a marcus here. We have a school here. We need new bathrooms. And you know, قال الله تعالى يسوق. They bring the ayahs. They bring the hadith. They bring the patch. And it's strong, sharp. Nah. Nah. But they have a tazkiyah. I have a tazkiyah from the sheikh. I sat with this sheikh also. Nah. He had to write a whole book, The Blameworthiness of Begging. Nah. بعدهم أخذوا حرفة. بعد المساجد الإمام يعني شحات فنان في الشحات. نعم. Nah. Some messages, the imam, he has skill. On how to get your money from your pocket? Oh, and debit. Na'am. Sayastakhrijuha. Na'am. You're going to get your money. You know, that's just, I have a shot. No. Na'am. Habarakallahu fikum, ya ikhwa. Ana ahmadullah ala tarbiyatina fil yaman. Jazahum allahu khair. Barakallahu fi. Wa fi kullu al-ulama'a that you rabbun.
الشباب الطلاب. نعم. May Allah reward our scholars, all of them. But in Yemen, تربيتنا ثانية. هذا يا يوسف في حق نظري. أنا درست هناك. لا يظن ظن أن يتعصب أم صالح. نعم. تربيتنا, the way they grew up, the way they raised us up, it's ثاني. It's a different way. بارك الله فيك. وكله قائل لا يفهم أني ألمح. نعم. أو أنا أقول غيرنا, ولكن حقنا ثاني. I'm not trying to hint to say other than that is not good. No, I'm not saying that, but I'm saying in Yemen, ما شاء الله من جهود من طلاب العلم. لا رأيتهم لا تقتر يعني بثوبه. Don't be fooled that his thawb is white. نعم. انظر إلى عليه ستشوف أنا مقطعة. هذا الثوب طالب العلم في اليمن, that thawb, that's white, you see him on Juma, والله يأتي عصر قد خلعها ووضعها في لبس الثاني. نعم. يخرجها في الجمعة بس يعني وقت الخطبة. نعم. والباقية إيش؟ نعم. Don't be fooled that his white thawb is white. That's just for Juma that day. ممكن عصر comes and he done took that thawb off because he wants to preserve it. نعم. And he put his other gear on. نعم. No iron. Ain't no pressing, no clothes. نعم. It's no cups. When you eat, this is your cup right here. You bend it like that. That's your cup. You go to the faucet. You turn your water on. That's your cup. Nah-um, that's your cup. Ain't no Kool-Aid. You close your eyes. You want to be Pepsi? You want to be a Brutaqal? You close your eyes with the khayyal alladhi tureed. Close your eyes and imagine whatever you want. Nah-um. وكان الشيخ مقبل يقول فول أكثره ماء فاسوليا أكثره ماء. If you slip the tray that way, it might just all fall out. You have to get them. ما هو متماسك. Nah-um. Beans, the most of it is water, like soup. نعم. ولكن يجعل الطالب يعني مركز. It leaves the طالب is just مركز. أنا أقسم بالله. If you came to class and you had holes in your socks and your socks was mismatch, واحد أسود ثاني أبيض, ولا واحد يلتفت إليك ولا يتعجب. يا يوسف أنت معي أو ما أنت معي؟ اسمع. If you came to class with mismatched socks and holes in it, and mismatched, nobody would even recognize you. They recognize, they say, Imam Raz Bukhari, that brother over there, who's Sahih, Hafiz Sahih Muslim, that one. That's what they recognize you by. My brother, that's what they know you by. But I came here, Ummi wa Akhi, my mother and my brother were saying, you can't wear them socks to the masjid. I had holes in my socks. I'm like, what you mean? This is halal. It was like, in America, you can't wear socks with holes. I was like, what? And I thought, like, yeah, in America, you can't wear that. I'm an imam. I can't come to the masjid. Well, like in Yemen, ma indik illa hada. In Yemen, that's all you have. If I throw those socks, I was asking my mother, what do I do with them? She said, throw it away. It doesn't even enter my head. To throw away a pair of socks that has a hole. If you throw your socks away, you don't have no more socks. And you might not get any more any soon. كانت أمي ترسل لي جوارب. My mother used to send me socks in a box of socks, a box of underwear. Where am I supposed to buy some Hanes, some Fruit of the Loom underwear? Yeah, Aaron. I'm supposed to find it in Yemen. So they be cut up and holy, but you just be holding on to it because you're not gonna find nothing else. Nah-um. And I sat there a whole day. I said, nah, Ummi here, Allah, Ummi's right, I can't wear it. I think my masjid, my asla. Nah-um. But I can jazz, but I can. فما أحسن الزهد لطالب العلم والداعي إلى الله. ما أحسن when you leave off the dunya. Your mind, you have your potential. القدرة الذي فيك ينفتح للعلم.
لا سيما أدى إلى الله. أدى إلى الله he has to be صح لأنه قد ترك الدنيا. ما معنى ترك الدنيا؟ أنه فقير؟ لا، أنه لا يحرص عليه، لا يحرص عليه. قد يكون عنده خير، هذا من الله. زهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا زهد. نعم، زهد بمعنى بعد. نعم، زهد is mean that you know to chase after dunya. Now you're trying to get more for the house, you get whatever comes. And the rest of your time, you're trying to get ilm, you're trying to teach, you're trying to teach, you're trying to teach. Trying to get more, get deep into the hadith, get more ayat, trying to benefit, you're trying to write, trying to write, trying to write. Trying to sutul faraq, you're trying to close the gaps. You cannot do that. ما جعل الله للرجلين في الآيات للرجلين من قلبين في جوفي. Allah did not make for one person two hearts. He didn't make two hearts. You're going to be hard working on that, or you're going to be hard working. Imagine if you just took out the dunya. There's no, you don't care about it. And you just worry about ilm and how you're going to explain it. How you, your whole life, your whole mind, everything you have. Nah. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. Oh Allah, make the provisions of the family of Muhammad قوتاً, just what gets them by. Oh man, من يدعو بهذا يا الله. Who's going to make that dua? Just give me enough to get by. Then this is for the talib and the da'i ila Allah, especially the da'i ila Allah, when his mind is not connected to dunya, he can do the job in a miraculous way. Isma'. من عنده العزيمة, نعم, والهمة, who has the ambitions أن يؤلف كتاب شرح لصحيح بخاري 25 مجلد؟ أين نبدأ يا عادل؟ أين نبدأ؟ Who has the ambition to write an explanation of صحيح بخاري is going to be 25 volumes? Where would I start? I don't know. الذي عندهم هذه الهمم ما عنده الدنيا أمامه يجعل يعني بصره يعني غيم هكذا ما يشوف جيدا. لا, ما عنده. He has nothing to make his vision foggy. Nothing. Or write تفسير القرآن. من يقدر أن يفسر القرآن كله? Who would even try to explain the whole Quran? Who would even do? Except عنده Imam, he has ambitions about the bust out of his body. يكاد ينفجر من الحمم الذي عنده. He's about to explode. He has to use his energy. He has the right. He got to get it out. He wants to do something. عندهم كتب. الشيخ مقبل عنده مقبل 40, 60 كتبا, كتابا. That's مقبل 40 books. هذا إيش هذا 100 books that he wrote. نعم, هذا يدل على في قلبه حرارة غيرة. In his heart, his heat, his zealousness for the deen is inside the heart. ولكن هذا زرع, يعني جاء من تربية. That comes from تربية. نعم, comes the way they were raised. نعم. كان العلماء أبعد الناس من الدنيا يا دعاة إلى الله. من أراد أن يكون عالما فاترك الدنيا لعل الله يرفع قدره. Who wants to be a alim before the ulama? Leave off the dunya. Maybe Allah might raise your levels. ما يجتمعان, they don't go together. الحرص. إيش معنى ترك الدنيا؟ لا تسمع مني ترك الدنيا. أنت ما ستأكل. أنت ستسكن في الشارع. ما ستقول لا ستأكل يا أخي. نعم. Don't understand from me when I say leave off the dunya. You're not going to eat. You're not going to have no clothing. تعرفون أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة, كان فقيرا, كان يعني يصيبه جوع. نعم, هل ضيع الله جهده؟ لا, نحن استفدنا من إيش؟ تعبه. نعم, look at أبو هريرة, he suffered hunger and poverty. Did Allah waste his efforts? Do we benefit from his sweat and his dokha and his dizziness? Do we benefit from it? Wallah.
لا أحد يقرأ حديثا إلا هو ينتفع بها في قبري. إيش من نعمة. من يناطحه؟ آتو. نعم. Who can clash with him? We don't read one hadith or even do anything except he's in his grave, get benefit from it. We say, عن أبي هريرة رضي الله عنه. من سيقول يرضي الله؟ من سيقول عبد الحكيم رحمه الله؟ بعد جيل جيلين after two or three generations they don't forget me. نعم. فلا ضيع نفسك في المال. نعم. وش تعمل in money. نعم. هؤلاء ما شاء الله ما شاء الله من خير الذي أدوا للإسلام والمسلمين. نعم. They gave a lot of good. وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. At the top and the best of them نبينا محمد. هل كان حريصا على الدنيا؟ ما كان حريصا على الدنيا. مات ودرعه مدهون وعنده دين يعني في 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 شعير. نعم. في شيء 30 ساعة من شعير. نعم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he died and he had a debt with a Jew, a debt for some hab, for some sha'ir, for some barley. نعم. وقد ملك الدنيا. نعم. يريد يأخذ من أصحابه ويكلفهم. نعم. لا إله. يعني هؤلاء تربوا على تربية حسنة. نعم. فنقرأ قليلا من هذا كتاب الأذان. نحن في بلوغ نحن في عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعمدة الأحكام الحديث من الأحاديث من صحيحين. These حديث من عمدة الأحكام من صحيحين. This is Bilal was commanded. أمر بلال أن يشفع الأذان. To say everything in the Adhan two times. من يوتر الإقامة. To say the things in the إقامة one time. نعم. فلما قال أمر where he was commanded. من الذي أمره؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا يسمى تربيع. يعني هذا أربع مرات. يسمى هذا تربيع. نعم. But you say أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Everything you say two times. كل شيء يعني يثني. You say it two times. نعم. As for the إقامة you say everything what? One time. You say everything one time. وبارك الله فيكم من آداب ولا أحكام الأذان يشرع لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن. The one that hears the أذان, he says everything that he says the مؤذن say. نحن نغفل عن هذا. We overlook that. لا هذا شيء آخر. نحن ننشغل بالكلام. نعم. It's from the sunnah to repeat what the muadhin says. When he says Allahu Akbar, Allahu Akbar, say Allahu Akbar, Allahu Akbar. Everybody. But some of us, we keep talking, we keep reading, we keep reciting Quran. Reciting Quran is not suitable during the adhan. Qif. When I got adab. Na'am. Barakallahu feekum. Illa al-hay'ala. You don't repeat the hay'ala. Ma ma'na al-hay'ala. الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح. You don't say حي على الصلاة حي على الفلاح. What do you say? لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي ما معنى حي على حي على الصلاة حي على. ما معنى حوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى بسملة؟ بسم الله. ما معنى هللة؟ لا إله إلا الله. ما معنى استرجع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العربية. نعم. طيب يا إخوتي في الله. جاء من حديثي
عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إذا سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فيقول مثل ما يقول. If you heard a muadhin, say what he says. ثم صلوا علي. ثم صلوا علي. ثم say اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. يعني بعد الأذان, this is what you say. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Whoever sends the salams on me one time, Allah sends it on him 10 times. ثم صل الله لي الوسيلة. Then ask Allah to give me الوسيلة. نعم. فإنها منزلة في الجنة. For verily it's a position in Jannah. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. Is not suitable except for one servant from the servants of Allah. أرجو أن أكون أنا هو. I hope that I'm him. هذا قال هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Whoever asks for me to have the wasila, he's going to have what? شفاعة. And the Prophet intercede on his behalf that Allah have mercy on him. That the Prophet make dua for him that Allah have mercy on him. طيب وهذا من حديث جابر هو في البخاري. قال من قال هنا يسمع النداء. Whoever says this when they hear the نداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رب هذه الدعوة التامة. ما معنى الدعوة التامة؟ قيل الأذان وقيل الإسلام. يا أبا مالك أنت معي. Oh Allah, the Lord of this da'wah, this complete da'wah. What is this complete da'wah, this complete call? Some say that it's the adhan itself. That's what he's talking about. Some say that it's Islam. You have the sabr, you understand it? Sahih. وَصَلَاتِ الْقَائِمَةِ. And this salah that's about to be established. آتِ مُحَمِّدْ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ. Give to Muhammad this wasila, this passage, this way, this fadila, this virtue. وَبْعَثُهُ مَقَامٍ مَحْمُودًا. Send him and raise him up in this honored position. نعم. طيب يا إخوتي في الله نزيد يعني في أيام ما قرأنا هذا. هذا من حديث عبد الله, هذا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عفوا at the end of this hadith قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. Whoever says that is going to occur for him the شفاعة يوم القيامة. ومن حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. If the imam, if the muadhin, he says الله أكبر الله أكبر, and one of you says after him الله أكبر الله أكبر, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. When he says أشهد أن لا إله إلا الله, then the muadhin says it and he says it. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله. When the muadhin says that, he says that. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. When he says حي على الصلاة, he follows him and he says لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. When he says حي على الفلاح, he says the same thing, لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله, he says لا إله إلا الله. من قلبي, that he says it from his heart. نعم. أما يجالس يردد. نعم. يفكر يدبر. نعم. He's not just sitting there repeating it, but he's saying it from his heart. He's contemplating. ونحن ننشغل عن هذا. We get preoccupied with this. For the adhan هو وقت ماذا؟ الاستماع. This is proof that the man is time for listening, because the Prophet said that he says it from his heart. He's not like talking to someone. He's thinking about saying it from his heart. He says it from his heart.
دخل الجنة. What it says that from his heart? يأنتس جنة. يأنتس جنة. هذا درسنا يا إخوة. نحن في باب الأذان. إن شاء الله نستفيد ما يصله الله لنا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. Yeah,